بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخواني، تدريسي في كلية العلوم، الباحثين من الزملاء، أبنائي الطلبة والطالبات، موضوعنا لهذا اليوم راح يكون عن تطبيق الواترشيد أو ما يسمى بالجابية أو ما يسمى بحوض الوادي. وحقيقة قبل ما نبدأ بمحاضرة أحب أنه أن نتعرف على ما هو الواترشيد. What is a watershed؟ طبعا هاي من الإنترنت. يقول a watershed is the area of land where all of the water that is under it or drains off of it goes into the same place. يعني هو المنطقة اللي هي المياه أينما تسقط في هذه المنطقة راح تتجمع وتذهب إلى مكان واحد. وحقيقة هذا راح تشوفوا هنا بعض الصور اللي راح أشوفكم إياها. هاي صورة الواترشيد، هذا صور الواترشيد، هنا صورة الواترشيد، هذا الواترشيد، هنا المخرج والمياه في هذا الخط الأبيض اللي هو يسموه خط التقسيم أو خط الواترشيد أو اللي يسموه divided boundaries. هاي خط التقسيم، وفي حال سقوط الأمطار مثل ما تلاحظون هنا في هذه الشكل كلش واضح، هاي المنطقة هنا في حال سقوط الأمطار راح يصير بهالاتجاه، وهذا الجزيرة يكون بهالاتجاه، وبالتالي هذه الأمطار تتحرك باتجاه واحد وباتجاه الأودية الموجودة هنا، وبالتالي تتجمع في هذه الأودية وتنتقل إلى المخرج اللي هو يكون نهاية الووتر شيد. هنا شكل آخر أيضا يوضح لنا الووتر شيد، الأمطار أينما تسقط في هذا هنا ديفايد تقسمها خط تقسيم المياه. وبالتالي هنالك ايضا بعض الاحيان سب ووتر شيد، هذا اللي هنا سب ووتر شيد، هذا يعتبر للووتر شيد الاكبر، وهذا السب ووتر شيد ولهذا المجرى، لهذا المجرى الموجود. وبالتالي هذه كلها النهايه راح يكون وين؟ يكون الى النهر اللي هو او البحر اللي هو يكون نهايه الانهار. وحقيقه هنالك الكثير طبعا الكثير عن الووتر شيد لا نود ان نتطرق اليه، لكن اكو جانب اخر هو الاوردرز ستريمز اللي هي المجاري الانهار الموجوده. هذا مثل ما تشوفون هنا، هذا راح يمثل لي المرتبه الاولى، هذا المرتبه الثانيه، هذا المرتبه الثالثه، والمرتبه الثالثه اذا تتجمع مع بعضها لتكون مرتبه رابعه، وهنا المرتبه الرابعه تتجمع مع بعضها لتكون المرتبه الخامسه لتكون هي مخرج الووتر شيد. طيب، اساس عملنا في الجي اي اس هو استخدام الدم، والدم يجب ان يكون يو تي ام يعني بالمترز. فاذا كان جيوغرافي يجب ان نقوم بعمليه التحويل من الجيوغرافي لليو تي ام عن طريق الداتا مانجمنت سيستم والبروجكشنز من هنا والراستر، ومن الراستر البروجكت راستر من هذا الجهاز. اذا كان عندي الدم ديجري ممكن نحوله الى يو تي ام او متري. الان هو اساسا عندي متري فما احتاج عمليه التحويل اساسا. عندي طبعا هنا خارطه العراق، خارطه العراق انا اللي اريده انه شنو اريد فقط مدينه او محافظه النجف الاشرف، فراح ابدي هذا الشيب فايلز، الشيب فايلز هذا الموجود اساسا عندي هنا الشيب فايلز اخواني، راح ابدي اديتور اقول ستارت اديتينج اوكي. الان راح ايش اسوي؟ راح اقوم بعمليه مسح لكل المحافظات الاخرى باستثناء محافظه النجف، وابدي هنا السيف. طبعا هنا العمليه شنو ممكن تخزنه وممكن لا، شو تسوي؟ ممكن انه تفتح شيب فايلز جديد حتى تحتفظ بالنسخة القديمة، شيب فايل جديد. هنا نروح الى انا مسوي اساسا فولدر خاص بينا، هذا فولدر، وابجي اقوم بشيب فايلز اسمه نجف، زين، نوعه بوليجون، اديت، الكوردينيت سيستم هو يو تي ام. هاي كل الخطوات احنا نعرفها بالاساس سابقا، و 38 اللي هو احنا العراق نسحبه
ما تلاحظون. الآن أنا شو أسوي؟ أستنسخه كوبي، بعد ذلك stop editing no بدون سيف، وأرجع start editing للنجف و بيست لصق. الآن مثل ما تلاحظون صار عندي هذا بعد ما احتاجه فولدر العراق، صار عندي النجف، هذا النجف راح استخدم هذا النجف كقناع لعملية القطع الدم الأساسي. من هنا أذهب إلى Special Analysis Tools، من Special Analysis Tools Extracting Extraction Extract by Mask. طبعا هاي المسج تلاحظوها باعتبار انه ما عندي اللايسنس، فلازم اروح للتولز اكستنشنز ومن هنا احفز كل هاي الاكستنشنز الموجودة، وبعد ذلك ارجع تشتغل عندي هاي الادوات. الماستر الراستر هو الدم العراق، والماسك اللي راح اقطع به هو النجف بناء. راح حقيقة اختار الفولدر راح تصير بيه عملية الحفظ، هذا الفولدر خل اسمي دم نجف، اوكي بدأت العملية. أكملنا العملية close. تلاحظون الآن هذا هو الدم الأساسي. الآن دم العراق أو هذا أشيله، أمسح بعد ما أحتاجه، وهذا ما أحتاجه، راح يبقى عندي فقط منه دم العراق، هو هذا بقى مال النجف. ممكن نلاحظ التقسيمات الموجودة كلاسيفاي، ونقول له ألوان أنطيني بعد لوني، لاحظون هذا هو الآن الدم. بعد ذلك عملي راح يكون ضمن الهيدرولوجي، أول شيء قم بالفل ملئ الفراغات الموجودة، ملئ الفراغات الموجودة أو البالوعات الموجودة بالدم. السيرفر راستر هو الدم، وهنا أنا أحتاج أنطي اسم وما أنطي اسم، هو الديفولت ياخذ أساسا. أوكي راح يسوي عملية ملئ للفراغات والبالوعات، يعني الحفر العفو الموجودة بالدم حتى يكون منبسط، ممكن يكون سهل علي الفلو دايركشن. كملت الفول ثم أذهب إلى الفلو دايركشن الخطوة الثانية، بعد ما كملت الفول اسوي فلو دايركشن، يطلب من عندي اقول له هو نفس هذا الفول دم، واقول له اوكي خلي هو نفس الاسم راح اللي يسمي ديفولت. كملت عملية الفلو دايركشن هاي كلها، بعد ذلك اجي على اكيوميليشن للفلو دايركشن، هذا اللي هو الفلو اكيوميليشن، دبل كليك راح يطلب من عندي هنا الفلو دايركشن، انطي الفلو دايركشن مالتي واقول له اوكي. طبعا ياخذ وقت طويل الاكوميليشن، كمل الاكوميليشن. هنا الان توضحت للصورة، توضحت للمجال الانهار الموجودة بالمنطقة، لاحظوها هاي عبارة عن المجال الرئيسية، مجال رئيسية وفي المنطقة. الان امامي خيارين، اما ان اختار البيسن وبالتالي راح يعطيني كل الاحواض الموجودة بالمنطقة، السب والمين ووتر شيد، اروح للبيسن، او ان لا
أحدد وادي لوادي معين وأرسم الواترشيد لذلك الوادي. الآن نبدأ بالبيسن حتى أرسم كل الأودية. راح يقول لي flow direction، أقول له هذا flow direction وأقول له أوكي. راح يرسم لي كل الأحواض الممكن أن تكون موجودة في منطقة دراستي. تلاحظون الآن رسم الأحواض كلها الموجودة في منطقة دراستي. لو أنطيها classify وأنطي ألوان، أنطى ألوان، هذا أنطي غير لون، لون يكون أحمر. لاحظون هاي الأحواض الموجودة في منطقتي، الأحواض الموجودة في منطقة دراسة مالتي كلها، هذا حوض هذا حوض، يعني تقريبا هنالك 1 2 3 4 5 أحواض تقريبا ميز لي في منطقة دراستي. وممكن بعد ذلك أحول إلى من راستر تو فيتشرز وأتعامل مع كل واحد على حدة. هذا حالة. الحالة الأخرى لا، الحالة الأخرى لو فرضت أنا عندي مثلا خلينا نقول هذا الوادي، هذا الوادي، هذا الوادي اللي هو عبارة عن واديين اثنين، أريد أعرف بالضبط الواترشيد لهاتين أو لهذين الواديين، هذين الواديين، لاحظوا هذين الواديين، هذا الوادي. فأول شيء يجب أن أعرف النهاية لهذين الواديين، النهاية لهذا الوادي لهذا المجرى ولهذا المجرى، هو هاي النقطة تعتبر لهذين المجرين. خل استكشف المنطقة. لو اروح لل identify من هنا واجي الاحظ قيمة البيكسل فاليو كل ما ابتعدت باتجاه ايش؟ باتجاه المخرج، باتجاه نهاية المجرى، اجد القيمة تزداد. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، لاحظوا. فاجيت النقطة هنا اجد اعظم قيمة، لاني اساسا تزداد القيمة باتجاه نهاية المجرى، باتجاه المنخفض، باتجاه المصب خلينا نقول للمجرى، زين. بينما في منطقة المنبع او المناطق العليا من الانهار، زين، تكون هنالك اقل قيمة، بينما العكس يكون اعلى قيمة في منطقة المصب. فلذلك هنا هذا الوادي يتحرك بهالاتجاه ويصب في هذا الوادي، وبالتالي يكون هذا الاوردر اعلى من هذا الاوردر. نفس الشيء هذا اللي ينتهي هنا، فالمفروض اني ابدي اختار النقطة الاخيرة اللي هي نقطة النهاية، نقطة النهاية، نقطة النهاية. طيب في هذه الحالة يجب ان اقوم بانشاء بالار كاتالوج، منشئ ايش؟ منشئ شيف فايلز نوعه بوينت اللي هو يسموه الباور بوينت، اسميه بي بي نوع بوينت، وطبعا هو ايضا يو تي ام، والكوردينيت سيستم مالته اوكي 38، اوكي اوكي، هذا هو البي بي. استدعي طبعا هنا، اقول له اد ديتا البي بي، استدعيته، هذا ستارت اديتنج، وبدأ أسوي stop editing ثم start editing البي بي، أوكي. أجي أكبر هاي كليك هنا stop editing yes. إذا خليت هاي النقطة في نهاية المجريين بين هذين المجريين، ثم بعد ذلك أروح على سناب باوربوينت، سناب باوربوينت، وأنطي الفيتشرز الشيف فايلز اللي أنا سويت اللي هو البي بي، ثم أنطي الأكوميليشن راستر فلو أكوميليشن، وأقول له أوكي. هنا تلاحظون هاي اللي هي ضانيها الآن، غير لونها، لاحظوها. بعد ذلك أذهب إلى الواترشيد، الواترشيد راح يقول لي input flow direction raster، الفلو دايركشن راستر هو هذا flow direction،
بعد ذلك يقول لي ام الباوربوينت اللي سويته السناب باوربوينت، وهذا سناب باوربوينت، واقول له اوكي. الان لو تلاحظون اخواني اللي صار انه حدد لي الحاسبة، حددت لي الحوض هذين المجريين، لاحظوا حوض هذين المجريين، هذا هو الحوض، انطيه غير لون، لون اصفر، حوض هذين المجريين، يا مجرين المجرين اللي احنا قبل شوية شفناهم، اللي نكبرهم، لاحظوا هذين المجرين حوضهم، حوض لهذين المجرين، واضح؟ طيب الآن ممكن طبعا أحوله، أروح إلى ال data conversion و from raster raster to polygons وأحدده هو هذا نفسه. أوكي تلاحظون الآن حول لي إلى إيش؟ تحول إلى features shell files، ممكن أتحكم به كيف ما أشاء حيث ما أشاء. أوكي لاحظوا صار عندي هذا هو features، صار عندي features الوادي، لاحظوا هذا حوض. الآن رسمت حوض واحد، حوض واحد، حوض واحد لمجرين، بينما بالسابق أنا كان عندي بالحالة الأولى أنه رسمت كل الأحواض المنطقة باستخدام إعاز البيسن، باستخدام إعاز البيسن الموجود بالسباشرانزيس تولز الهيدرولوجي. إذن عندي بيسن يرسم لي كل الأحواض، والووترشيد يرسم لي حوض واحد. هنا يحتاج إلى باوربوينت، هنا لا ما يحتاج باوربوينت، مجرد أنه نكمل الفلو دايركشن ومباشرة ممكن أرسم كل الأحواض المنطقة. أما إذا أردت حوض محدد ثابت فيجب أن أحدد الباوربوينت النقطة اللي هي تكون نهاية المجرى، وعلى أساس اللي هاي النقطة على أساس هو يبدي يرسم لي الووترشيد للمنطقة اللي حددتها في مخرجها. الآن انتهينا حقيقة من عملية رسم الووترشيد. الآن